السلام عليكم، تحياتي. ما تنساوش دائما تبارطاجي وتضغطوا على اللايك واللي يشترك معنا في القناة، اللي يشتركوا معنا وشجعونا. نقدر نرجعوا للكرة، نرجعوا للفقصة، نرجعوا للكعية. ما نكذبش عليكم، احنا شفنا اليوم بارديدو ديال مسار، شنو عنده مدرب، ومدرب معروف على الصعيد العالمي المكسيكي. يعني شوف الناس كيفاش كتستعد للمنتخب. انا كما عادتي دائما واللي ما كتتفقوش بها، اعظمكم ما كيتفقش معايا، رونار كان حاملو مسؤوليه ديال استفزاز واستهتار بمشاعر ديال 40 مليون مغربي. علاش؟ اول حاجه ما عندوش الملاعبيه كاملين، ما عندوش الجاهزيه، ماشي ملاعبيه كامل ديال اللي غادي يديو الكاس الافريقي. ماشي عندو ديك الثلاثه اللي في الوسط اللي دائما كنناقشوهم، بوصوفا، الاحمدي، داكوستا، شكون ديك المدافع اللي جاب التالي لفرنسا، داك سمو الثقيل كاع مره مكيزع سمو البارو، تادير خصو يخرج، تادير ما صافي، تادير خصو يخرج. هادو ماشي باش يجيبوا الكاس، واللي كيقول هادو ملاعبيه باش تجيب الكاس كنتحدى، وهاكا افريقيا غادي يبين. سي عندنا زياش بيرفكتو، عندنا يوسف النصيري بيرفكتو، بالي متفق معاك كيما عندنا في الدفاع. شكون هذاك كاين في الانجليز؟ انا نقص كبير، كنحمل المنتخب وكنحمل الجامعه. الا كانت كتدخل باش تخلق هاد الشنجان بين الملاعبيه واللي كيعبروا معظمهم على تدني الاخلاق، حيث الرياضي هو الاخلاق. فهمتيني استاذ؟ الرياضه اخلاق. ملي كنشوفوا حمد الله ما عرفاش كيحسب راسو الا كان درس صح، راه مرفوض رفضا بتا. وميسي وجراو عليه المنتخب وعادي، وبنزيما وما كيلعبش في المنتخب وعادي. واش حمد الله هو يوسف النصيري؟ واش الكارير ديالو هو الكارير داخور؟ اسمح لي. واش الكارير ديالو هو ديال فيصل الفاجر؟ اسمحوا لي، راك نتوما مولي العقل. فيصل الفاجر دخل اسبانيا، لعب في ديبورتيفو دي لا كورونيا، لعب مع خيطافي وبجدارة، ولعب وفراج وماركا فرنسا، كيلعب انسان شاب وقيل غادي يرجع لاسبانيا اللي قالوا رجع لاسبانيا. واش هو حمد الله؟ حنا الملاعبي اون فوا ما كتكونش ما كيكونش متخلق، ما كيحترمش الملاعبيه، ولا هو ما كينساش يمشي مع الملاعبيه، مالو كيتكبر على الملاعبيه، واخا هو غيكون في كامبو ما يعطيه كره حتى شي واحد. وباش غيدخل هاد الكره هادي يدخل هو الشبكه يحسب عليه ويحسبوا جول؟ باش غيدخل؟ كيفاش غيدخل هاد الكره هذا الاستاذ؟ واش غيدخل هو الشبكه؟ خص الكره اللي تدخل، خص لابد يكون ديك عنده ديك الحس الجماعي وشويه ديال السيمباتيه، فهمتي؟ الانانيه ماشي بنادم عامر مركبات نقص، عامر معقد بوحدو. قال لك ملاعب، انا ما نكذبوش عليكم، انا واحد الانسان اللي كيعجبني لعب لي شي مهاركه ديال الكره، تعطاو له جاو له فرص ثاني حنسجل جوج في الماتش ديال حبي الاول، ضرب وحده في البوطو وضرب وحده، هذه هي احسن ملاعبي في هنا خوتي في السعوديه. زيرو سبعه ديال متفرجين امارات في السعوديه، وكاين امارات سبعه ديال المتفرجين كيمشيو يتفرجوا في الجموله اكثر من اللي كيتفرجوا في اخو الشعب الجموله. ما علينا، من حنايا ما غاديش كنهضروش على الشعب السعودي، راه هما ولا الاماراتي راه هما اشقاء ديالنا، نفتخروا ونعتزوا
كشعب مغربي اللي هو عنده جينات حضارية قوية في عروقه في دماءه، كنفتخروا جميع